نستعرض ما انفردت به إكسترا نيوز بالتشكيل الكامل للحكومة الجديدة، ونقرأ مع حضراتكم السادة الوزراء والحقيبة الوزارية. حسن محمد حسن الخطيب وزيرا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد أشرف علي كوجك وزيرا لوزارة المالية، كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا لوزارة الصناعة، شريف فتحي علي عطية وزيرا لوزارة السياحة والأثار، محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لوزارة قطاع الأعمال، رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا لوزارة الصحة والسكان، مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة لوزارة التضامن الاجتماعي، أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا لوزارة الثقافة، محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد العزيز جبران وزيرا لوزارة العمل، وأيضا أشرف صبحي محمد عامر وزيرا لوزارة الشباب والرياضة، أيضا محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شريف محمد فاروق وزيرا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أيضا أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا لوزارة الأوقاف، كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا لوزارة النقل، هاني عاطف بن هان سويلم وزيرا لوزارة الموارد المائية والري، كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا لوزارة البترول والثروة المعدنية، محمود مصطفى كامل عصمت وزيرا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سامح أحمد زكي الحفني وزيرا لوزارة الطيران المدني، عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسمين أحمد فؤاد وزيرا لوزارة البيئة، شريف مجدي حسين شربيني وزيرا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء الدين فاروق زكي وزيرا لوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، منال عوض ميخائيل وزيرا لوزارة التنمية المحلية، أيضا محمد صلاح الدين وزيرا لوزارة الإنتاج الحربي، عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا لوزارة العدل، وأخيرا محمود فوزي عبد الباري وزيرا لوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.